فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الرد العاشر على الملحدين. يدعون أن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية. دعوني أتأمل معكم كبير الفلاسفة أنتوني فلو، وهو ملحد من بريطانيا. بعد رحلة طويلة مع الإلحاد اعترف أخيرا بوجود خالق للكون، مع العلم أنه لم يسلم، وقال: لا أستطيع أن أهرب من حقيقة وجود خالق للكون. ويقول أيضا إن داروين نفسه تراجع عن نظريته قبل أن يموت وآمن بوجود خالق للكون. سبحان الله. دققوا أيها الأحبة، داروين يقول في مذكراته: من المستحيل والصعب جدا أن نتصور هذا الكون العظيم بما فيه من بشر وإبداع قد نشأ بالمصادفة. وعندما أبحث حولي أجدني مجبرا، والكلام لداروين، ولكن للأسف لا أحد من الملحدين يقول هذا الكلام. داروين يقول: أجدني مجبرا على الاعتراف بوجود مصمم عليم حكيم، لذلك أنا أؤمن بوجود إله للكون. هذا الكلام في مذكرات داروين 1958. هذا الأمر دعا أحد أكبر الملحدين المعاصرين، وهو البروفيسور ريتشارد داوكنز في محاضرة له عام 2006، أن يدعي بأن داروين لم يتراجع عن نظرية التطور، وأن نظرية التصميم الذكي، والتي تقول إن كل شيء في الكون جاء بطريقة إبداعية ومبرمجة، وهناك منظم ومصمم عليم حكيم، يقول عنها ريتشارد داوكنز إن هذه النظرية سخيفة، ويقول إن الكون نشأ بالمصادفة، الحياة نشأت بالمصادفة، المخلوقات نشأت بالمصادفة، كل هذا النظام نشأ بالمصادفة، كل ما تراه من حولك من فن وإبداع وتصميم رائع كله نشأ بالمصادفة، لا وجود لخالق، لا وجود لمبدع، لا وجود لأي أسباب. وأن الفيلسوف أنتوني فلو الذي اعترف بوجود الله أن هذا الرجل يكذب، وأن داروين يعني هذا هو كلام الملحدين أيها الأحبة، ينكرون كل شيء. لذلك تجد الملحد متناقض مع نفسه. جامعة بريتش كولومبيا قامت بدراسة علمية تؤكد أن الملحد أثناء التفكير بالموت يميل إلى الاعتقاد بوجود خالق للكون. دراسة علمية تقول هذه الجامعة في دراستها إن الإنسان يكون في أعلى درجات الصدق مع نفسه لحظة الموت. ولذلك يحاول العلماء اليوم القيام بتجارب الاقتراب من الموت، والتي تجعل الإنسان يعيش في جو من الموت ويفكر بأنه على وشك الموت ونزول القبر، وأنه سيغادر هذه الدنيا من دون عودة. هذه الدراسة نشرت في المجلة الشهيرة بلس ون عام 2011، تؤكد أن عملية التفكير بالموت تعزز لدى الإنسان الإيمان بوجود مصمم وخالق لهذا الكون. وهذا يؤيد أن داروين نفسه وهو على فراش الموت قد تراجع عن نظريته التي بنيت أساسا على إنكار وجود خالق للكون. لقد أثبت العلم أيها الأحبة بما لا يقبل الشك أن الإنسان في لحظات الموت يعيش بفطرته ليؤمن بخالق عظيم. ومن المحتمل كما تقول الدراسة أن هذا ما حدث بالضبط مع داروين وهو على فراش الموت، أي أن داروين أنكر نظريته قبل أن يموت. الدراسة التي قامت بها جامعة بريتش كولومبيا أنهم أحضروا مجموعة من الملحدين وجعلوهم يتخيلوا أنفسهم يموتون،
ويكتبون وصايا قبل الموت، وقاموا بسؤالهم: هل تعتقد بنظرية التطور وأن الكون لا يوجد له خالق؟ المفاجأة أن الجميع أجابوا لا، بل نؤمن بوجود خالق للكون. فخرجوا بنتيجة يعني تقول بالحرف الواحد: مجرد التفكير بالموت يجعل الإنسان يرفض التطور ويؤمن بالتصميم الذكي، أي يؤمن بوجود مصمم ذكي هو الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي يرجح بعض العلماء أن داروين قبيل موته قد تراجع عن نظريته. وأخيرا أيها الأحبة، نحن الآن أمام دليل مادي وعلمي ودراسة علمية ملموسة تؤكد بوجود خالق لهذا الكون، وأن نظرية التطور هي مجرد نظرية لم ترقى لمستوى الحقائق العلمية، وبالتالي لا يمكن أن نبني عليها أي شيء، تبقى نظرية يدرسها العلماء لا مشكلة، ولكن بالنتيجة معظم العلماء يعترفون بوجود خالق للكون. قال تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.